السلام عليكم. يقول إذا كانت البسملة آية مستقلة عن الفاتحة فكيف تكون الفاتحة السبع المثاني؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا. نعم، الفاتحة سبع آيات بإجماع أهل العلم، فالذين يرون أن بس إن بسم الله الرحمن الرحيم ليست منها يقولون الآية الثالثة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم هذه الثالثة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه هي السابعة. والذين يرون أن البسملة من الفاتحة يجعلون هذا آية واحدة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيجعلون صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة إلى ست آيات، فيكون المجموع سبع آيات. نعم.